تحت امرك يا هاني. ايوه تحت امرك. كلامي كسرت حظك كده في حاجه كده. يا ريت تسيب ايدي. تسلم ايدك. يلا بقى يلا بقى اخرجوا بره بقى عشان خاطر هي تعبانه دلوقتي. حاضر. امرك يا هاني امرك. يلا يلا يا دكتور. انت جاي بكره؟ يلا يا دكتور. جاي بكره؟ هو اطرش ولا ايه؟ ها جاي بكره. انا فرحانة قوي. سلامتك يا امي. ميرسي. يا امي؟ ده يا امي منك انت، انت ايه اللي مقعدك يا ولية انت لحد دلوقتي؟ انت مالك انت؟ اخرج ولا اقعد؟ يا ام كعب محني، يا اللي دخلت علينا بالحنجر والمنجر. منجر؟ يا ميسا. انا ميسا؟ يا ميسا بتتميسا على الرجاله. وحياة امك بصي لو مسكتي بصي بكعب الجزر ده هدوبه على دماغك. يا ريت يا ريت. عباس يا عباس. نعم. تعالي خرج البنت دي من هنا. تعالي يا عواطف. نعم. اخرجي يا عواطف. ماشي. ما انت ليكي حق تسوقي عليهم. اه اخرجي. خدك ضربة الدم ما تيجي تحتيكي وتنططك في الارض. في الارض. انا هي سيدة القصر. ايوه. انت هتموت يا بقى. هلا ايه دلوقتي انت؟ الحمد لله يا قطاط. الحمد لله. ميرسي. بقول لك ايه؟ هي ماما فين؟ لا ماما ايه؟ احنا نخش على الحدوته على طول. يا حضرة العمدة! يا حضرة العمدة! يا حضرة العمدة! ست فتحية هربت مع الليمبي على الكاريتي! ايه؟ يا نهار مش فايت! لازم تداري على عارك يا عمدة! يوعى! لا دي كده زاطت ولعلعت وانجلت واتنفخت. مش العمدة اللي يلبس الخازوق ده اللي اولع فيكوا كلكم وفي البلد وفي الكل كليلة. ايوه انا عارف الفلاحين هم اللي اول وادي الجربوع اللي اسمه الامي. اسمع يا جلاب المامور. اؤمر يا عمدة. الفلاحين دي لازم تتربى ويتعلموا الادب. نربيهم ونقدمهم يا عمدة. انت ادعي الواد. ايوه جنابك. يقفلوا عليهم الهويس وعطشوا الزرع وبوروا الارض. حاضر جنابك يا عمدة. يسلم فمك يا عمدة. العين بالعين والسن بالسن والبعد اظلم. يلا يا حيوان انت اتحرك. خد الغفر وروحه. عايز اشفي غنيني. لازم تهدى يا عمدة. انت لسه عامل فتاة. عرقك هيضيع منك يا راجل. مالكش دعوه بعيني. الواد اللي اسمه الليمبي ضيع علينا الفطار. سيبوني دلوقتي. مش عايز حد. اتفضلوا بقى اخرجوا بره كلكم. يلا بقى. عايز اقعد لوحدي يا ناس. عايز اقعد لوحدي. يا سوادي يا امه. يا سوادي يا اختي. طب هنعمل ايه؟ قفل علينا غويس ومنع علينا الميه اللي فيها لقمتني. طب هنقول ايه؟ انا ما عنديش غير حسبي الله ونعم الوكيل. في حد عنده حاجه تانية يقول ايه؟ لا والله يا اخويا ما كانش ينعز، بس ادينا قاعدين اما نشوف اخرتها. ما هو احنا لازم نعمل حاجه، مش لازم نسكت على الظلم ده. لا حول الله يا رب. طب وهنعمل ايه دلوقتي؟ انا محضر له دعوه تشله في مكانه. قولوا امين. امين يا رب. ايوه كده عشان دي كلنا كلمة. طب واخرتها يا رجالة؟ سبحان الله يا سليب، الكاركتة جاية في بعدها. اما دي كل حاجة مدروسة ومتخططة. احنا في ظهرك يا زعيمنا لحد ما تخلصنا من الاتفاق اللي بيننا وبينك. اتفاق ايه يا سليب؟ انا عارف. بعدين انا كل اللي حصل بينه وبينه
انه قاعد معي وقال ان انت هتحرر البلد. قلت له خلاص احررها وانا يعني احررها؟ يعني هتعمل ايه يعني؟ انا عارف هو الراجل ده اصلا بلوش، ما بفهمش الراجل ده. مش كتر خيره ده، بدل بتقول له بوشاكرين. هو ده ايه؟ بوشاكرين. بوشاكرين؟ ايوه. وده قاله انت؟ بوشاكرين. العفو. خلاص ريحت لحنيتك؟ ايوه. الناس قاعدة كده ليه؟ مش عارفة يا سيدي. أما الناس بتوع الجمعة ولا إيه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. ورحمة السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا رجالة. وعليكم السلام. وعليكم السلام. وأنت فين يا راجل؟ منو؟ تعال انجدني. اطمنوا يا رجالة، اطمنوا. زي ما الزعيم الليمبي حررنا من الاحتلال الخارجي، ان شاء الله هيخلصنا من الاحتلال الداخلي. يا صلاة النبي. حلاوه النبي، حلاوه النبي. انا منكم منكم منكم. هو دي البطل اللي بيجي في الوقت المناسب. ايوه. بعدين يا رجاله لازم نمشي ورا زعيمنا. يا على درجوال الكئيبه، انتوا عايزين ايه دلوقتي؟ احنا عندنا حلين ما لهمش تالت. قول. ان احنا ندعي عليه ونشله ويجي له كساح وحصبه، يا اما تتصرف مع العمده وجبروته دافل علينا الميه ومش عارفين نستحمى، وده انت وسطينا اهو شامم ريحتنا. ايوه عنده حق يا سليبي، ريحتهم بعفني. يا هذا بن شوي لقد حينت اللحظه والويقع بيقول ان احنا لازم نبدا ثورتنا قبل ما نموت من الريحه. ايوه صحيح. صح ولا ايه؟ مظبوط تمام. على انه ممكن نموت من الريحه. ايوه طبعا. بني ادم بيخد يعجن. صحيح مظبوط. احنا اول حاجه في ثروتنا دي الواقع بيقول ان احنا لازم نستبزه. ايوه نستبزه. نستبزه نستبزه. نستبزه مظبوط. بقول لك يا زعيم، الناس دي ناس غلابه وعلى قد حالها وبتخاف من خيالها، عايزه اللي يبتدي واحنا كلنا وراه. ايوه مظبوط تمام. انا ما بختلفش معاك في القضيه، اختلفش معاك في القضيه، بس احنا يعني لازم في الاول انا بقول لك ان احنا نستبزه زي بتبتدي بالاستبزاز. واخد بالك؟ وبتكمل بقى المسيره بعد كده. ايوه صحيح. اما الفكره حي انا هنا يا سيليبي. ايوه البلد بيحتاجالك. ايوه حاضر. خلص انا هحاول اجيب ليا من البلد. اسمعني بقى. يلا يا سيليبي. ما خلصت بقى ترد قوي. الله. يا هذا درشواي العتيقة. ايوه. يا هذا درشواي الكئيبة. ايوه. لقد حينت اللحظة اللي الويك عبد الله يقول ان احنا لازم نسطر التاريخ. ايوه صحيح. ليه بقى؟ لان اللي ملوش قديم. ايوه. ملوش جديد. ايوه مظبوط. زي بالظبط كده اللي ملوش ماضي. ايوه. ملوش حاضر. ايوه. والواقع بيقول دلوقتي بيعدينا البيض. ها؟ انه انا انتم وانتم انا. تمام. مين الحمار فينا بقى؟ مش مهم. ونبقى لنا ايه؟ لنا كده شمخه في الكلمه. خد بالك؟ والواقع بيقول انه لا للظلم. ايوه مظبوط. ايوه. والواقع بيقول لا للحريه ولا للابجيه. ايوه دي اهم حاجه دي. ولا للفقير. ايوه. ولا للغني. ايوه. والله الغني. ايوه. يلا يا رجاله يلا بينا يا رجاله. ولا لكم تعالوا من هنا. مش ده بيودع على هناك برضه. يلا بينا يا رجاله. Oh,
مبسوط؟ تعال يا حاج الله، شايفه الناس مبسوطه قد ايه؟ بينك الناس بتغرق يا سيلبي. ايه؟ بيغرق ولا ايه؟ لا من النار. يا نهار اسود، معلش يا رجاله، كل ثورة وليها ضحايا. الفتحة على اخواتكم، الفتحة. كفاية يا لبي. والآن أيها البلد، الآن الآن حان موعد الموجة الثانية من الثورة. اتفقنا يا فتحية؟ أنا هنا يا عدي، بسمعك وبتعلم منك يا لبي. ليه؟ يا لبي. لبي؟ إيه ده؟ وما فين ما فينش لبي؟ لا ده كان سفان، إنما ده بيت دلوقتي بقيت مرات الزعيم. يا نهار اسمح، ده حبك قوي يا بنت والله. وأنا بحبك يا لبي. أنا كمان بموت فيك، بس أنا خايف الثورة تروح في اتجاه تاني الوقت وإحنا مع بعض كده. اهتف. أيوة. اهتف يا زعيب. أيوة زعيب، أيوة حاهتف. طب اهتف ورايا يا فتحية. يسكت يسكت حكم العمدة. يسكت يسكت حكم العبدة. عبدة؟ يلا يعني إذا كان سلبي مش هتبقى عبدة. يسكت يسكت حكم العمدة. يسكت يسكت حكم العبدة. يسكت يسكت حكم العمدة. يسكت يسكت حكم العبدة. يسكت يسكت حكم العمدة. 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 إرحان 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 يعني امشي. إرحان يعني امشي. يلي ما بتفهمش. يلي ما بتفهمش. إرحان 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 إرحان. عندي بيت انت عارفه يا ابو تدري، اني بقالي 30 سنه عمدة الدنشواي ابا عن جد. عمري ما حسيت اني مالي مركزي قد اليومين دول. ايوه امال، هم هيلاقوا في البر كله عمده زيك. ده انت مراعي مصلحه اهل البلد كلهم اخر حاجه، حتى الانجليز شايلهم على كفوف الراحه. ما هي دي الشطاره، ازاي تنيم اللي قدامك على الجنب اللي يريحه. بس بقى على الله تعدني من ضمن اللي عايزين يرتاحوا. ايه انت هم ارتاحوا واخر غندره يا مبطرخه. يا عمدي يا عمدي.